السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف التاسع. سنقوم اليوم بحل أسئلة المعجم والدلالة والفهم والتحليل لقصيدة التحية إلى جيشنا العربي، وهذه الأسئلة متواجدة في الكتاب صفحة رقم 46 و47 و48. سوف أبدأ أولا بالمعجم والدلالة. السؤال الأول: أضف إلى معجمك اللغوي وهج النار بمعنى اتقادها، عزائي الطلاب، أشوس، جريء، شجاع، شديد المراس في القتال، حومة الحرب أشد موضع من مواضع الهلاك والمقصود في الحرب، الرحب المتسع. أعزائي الطلاب، اللجب ارتفاع أصوات الأبطال واختلاطها، والجلة المعنى الأمر الشديد والخطب العظيم. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال الثاني: عد إلى أحد المعاجم وتعرف معاني المفردات الآتية: البتار بمعنى السيف القاطع، الصارم القاطع الشديد القاسي، والإرب مفردها إربة وتعني البراعة، ومهجة أي الروح والنفس. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال الثالث: هات جمع كل من المفردات الآتية: الأشوس، الأشاوس، الدرع، الدروع، التاج، التيجان، أشعة، الأشعة، والذروة. أعزائي الطلاب، الذرة أو الذروات. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال الرابع: هات مفرد كل جمع من الجموع الآتية: السحب مفردها السحابة، الأفلاك مفردها الفلك، المعارج مفردها المعراج، الدنا مفردها الدنيا، الأسد مفردها الأسد، والميادين مفردها الميدان. السؤال الخامس: تحت أي جذر تبحث عن الكلمات الآتية: السنة أعزائي الطلاب من إذن أعزائي الطلاب، السؤال الخامس: تحت أي جذر تبحث عن الكلمات الآتية: السنة أعزائي الطلاب من سنوة كما تلاحظون، والنوبة أعزائي الطلاب من نوبة، والأبي من أبية. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى أسئلة الفهم والتحليل. السؤال الأول: بما استحق الجيش العربي أن يوصف برمز العلا في البيت الأول لانتصاره على العدو في معركة الكرامة؟ إذن السؤال الأول: بما استحق الجيش العربي أن يوصف برمز العلا في البيت الأول لانتصاره على العدو في معركة الكرامة؟ السؤال الثاني: ما أهمية الجيش العربي لوطنه وأمته كما ورد في البيتين الآتيين: في جيشنا العربي اليوم عزتنا والنصر قوس السنة، في الدرب لم يغب هو الأبي المفدى، وهجه لهب وصوته الحق في تاريخنا العربي. أعزائي الطلاب، أهمية الجيش العربي تكمن بأنه مصدر القوة والعزة والنصر لوطنه، وأنه المدافع عن حقوق أمته، وهو القوي المفدى كشعلة اللهب في وجه أعدائه، وهو صوت الحق. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال الثالث: في القصيدة ما يؤكد دور الجيش العربي في الدفاع عن الحق العربي؟ عين موطن ذلك في القصيدة. أعزائي الطلاب، مواطن ذلك في القصيدة: أولا البيت، أعزائي الطلاب البيت الثالث هو الأبي المفدى وهجه لهب وصوته الحق في تاريخنا العربي. أيضا أعزائي الطلاب البيت السابع: يا فخر أمتنا، يا سيف عزتنا، ويا شعاع المنى في أعين الشهوب. السؤال الرابع: أعزائي الطلاب، أذكر بعضا من التضحيات التي قدمها جيشنا العربي لأمته. أولا: مواجهة الموت في ساحات الحرب بفغر مبتسم لا يهاب، وتدافع نحو الشهادة في سبيل الوطن. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال الخامس: أورد الشاعر للجيش العربي صفات تتناسب وحجم الانتصارات التي حققها، عينها. أولا من هذه الصفات: درع الله،
فخر الأمة، سيف العزة، شعاع المنى، مبارك من الله تعالى، أشوس، البتار، الباسل، كلها صفات للجيش العربي. السؤال السادس، استخرج من القصيدة الأبيات التي تحمل المعنين الآتيين: ألف، الأيام تشهد على بطولة الجيش العربي وبسالته. أعزائي الطلاب، البيت الآتي هو الشجاعة والأيام شاهدة وهو البطولة في الإقدام والإدرب. باء، الشعب الأردني يعتز بقواتنا المسلحة ويحفظ إنجازاتها وتضحياتها. البيت الآتي، البيت الأخير: يا جيشنا الباسلة البتارة صارمه، إنا كتبناك عنوانا على الكتب. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال السابع، حدد من الأبيات العبارات التي تشير إلى طموح جيشنا العربي وعلو همته. أعزائي الطلاب، البيت الآتي: يغني الحديد وفي أجناده همم تطوي الصعاب بعزم غير محتسب. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال الثامن، يقول الشاعر: الجيش يصعد في أبهى معارجه نحو الشهادة، لم يرجع ولم يهب. يغني الحديد وفي أجناده همم تطوي الصعاب بعزم غير محتسب. ألف، علامة اعتمد الجيش العربي في تحمل الصعاب. اعتمد الجيش العربي أعزائي الطلاب على همة وعزيمة جنوده. ب، ما الهدف الذي يدفعه إلى هذا؟ النصر للوطن أو الشهادة في سبيل الله والوطن؟ انتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال التاسع، يقول الشاعر: قد ظل زهو هوانا في بسالته وما يزال فداء الأردني للنوبي. ألف، من الذين يتحدث الشاعر باسمهم؟ يتحدث نيابة عن الأمة العربية وبخاصة الجيش العربي. ب، جعل الشاعر والجيش مثار إعجابهم، بين سبب هذا. بسبب شجاعته أنه لا يهاب الموت ويضحي بنفسه في سبيل الدفاع عن وطنه وأهله. أعزائي الطلاب، السؤال العاشر والحادي عشر موجود في الكتاب صفحة رقم 48. السؤال العاشر، أشار الشاعر إلى انتساب هذا الجيش إلى القيادة الهاشمية، أذكر ما يدل على ذلك من الأبيات. أولا، البيت الآتي هو المنيع: ودرع الله في وطني تاجه هاشمي شاع في السحب، مبارك يصطفيه الدهر في شرف وتصطفيه الدنا من ذروة النسب. السؤال الحادي عشر، كيف تفهم قول الشاعر إنا كتبناك عنوانا على الكتب؟ بمعنى أن إنجازات الجيش العربي مسجلة في عقولنا كما هي مسجلة في كتب تاريخنا، في كتب التاريخ. أعزائي الطلاب، هكذا أكون قد انتهيت من حل أسئلة المعجم والدلالة والفهم والتحليل، والمطلوب منكم القيام بحل هذه الأسئلة وإرسالها لي. أشكركم طلابي الأعزاء على حسن الاستماع، وألقاكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.